هذه هي أخلاق كرة القدم، لحظات ستجعلك تحب كل اللاعبين. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبورت الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاي سبورت الكرام، ومرحبا بكم في فيديو جديد اليوم. بالطبع في عالم كرة القدم نحن نحب اللاعبين ليس لأجل لاعبهم، بل لأجل أخلاقهم داخل الملعب والروح الرياضية التي يتمتعون بها، وهذا ما يجعلنا نعشق اللاعب واللعبة أكثر وأكثر. لذا في هذا الفيديو سنشاهد لحظات ستجعلك تحب كل اللاعبين. لنبدأ. أتى هذا الطفل الصغير وكما تشاهدون وقام بعناق ميسي كما ترون، يبدو أنه يحب نجمه المفضل. هنا نيمار يحتضن هذه الطفلة الصغيرة ومعها دموع الفرح لمقابلة نجمها المفضل. لاعب بروسيا دورتموند هنا يعطي التيشيرت الخاص به لأحد الجماهير، فشاهدوا سعادته وفرحته لهذا الأمر. لعب بروسيا دورتموند وبعد أن سجل الهدف شاهدوا كيف قلع التيشيرت الخاص به ليعطي رسالة ودية إلى أحد أصدقائه. بعد أن سجل لاعب روما هدفا ذهب بهذا الشكل وصعد عند الجماهير ليقابل هذه السيدة العجوز الكبيرة والتي يبدو أنها أمه. شاهدوا هذا الطفل الصغير والذي يبكي لأنه لم يأخذ صورة مع ميسي، وقام الأمن بأخذه وإبعاده، لكن هنا ليونيل ميسي طلب إعادته حتى يأخذ صورة معه، وبالفعل شاهدوا كيف كان حزينا وفي الصورة يبتسم. هنا كافاني يصاب في مباراة البرتغال والأوروغواي، وهنا يعرج كافاني على قدمه، فقام رونالدو وفريقه خاسر بمساعدة كافاني للخروج من الملعب. هنا دار هذا الحوار بين إبراهيموفيتش وهذا الطفل، إذ قال الطفل أنا متوتر، فرد إبراهيموفيتش فقال له لماذا؟ فرد الطفل فقال إنها المرة الأولى، فقال له استرخي أنت معي الآن، فقال له إبراهيموفيتش هل تريد أن تعقد هذه؟ لنذهب، نذهب معا الآن، فقال له إبراهيموفيتش عليك الاستمتاع بهذه اللحظة. في هذه المباراة حاول هؤلاء اللاعبين إرجاع الكرة للفريق الخصم، فقام هذا اللاعب بتسديدها لكنها دخلت الشباك، فقام لاعب الفريق بترك لاعب الخصم يسجل هدفا في شباكهم. في هذه المباراة وكما تشاهدون سقط هذا اللاعب وأصيب ووقع عرضا، ولكن قام لاعب الفريق بتمرير الكرة إلى زميله داخل منطقة الجزاء ليقوم الأخير بإضاعتها بهذا الشكل حتى يطمئن على لاعب الفريق الخصم. يمكنكم أن تشاهدوا كيف أصيب هذا اللاعب ووقع عرضا، لكن لاعب الخصم كادوا أن يسجلوا هدفا، لكن هذا اللاعب ترك الكرة بعد أن رأى خصمه واقعا على الأرض. اللاعب ماسكيرانو لم يسجل إلا هدفا واحدا في حياته مع برشلونة، وهو هذا الهدف الذي تشاهدونه أمامكم من ركلة جزاء. هنا ريكاردو كاكا في مواجهة مع هذا اللاعب، فيمكنكم أن تشاهدوا بعد أن خرجت الكرة كيف قاموا باحترام بعضهم والسلام على بعضهم البعض. حاول لاعب مان يونايتد أن يقوم بأخذ الكرة قبل أن تخرج إلى التماس، لكنه تعرقل وضربها بكل قوة لترتطم بوجه هذه الشابة. يأتي لاعب مان يونايتد ويقوم بمراضاتها كما ترون. هذا المشجع من الجماهير والذي نزل ليسلم على ليونيل ميسي، شاهدوا كمية الفرح عندما قام بالسلام على لاعبه المفضل، وبالطبع يعتبر نفسه قام بإنجاز عظيم. هذا الطفل هنا يحب ديفيد لويس، فتقدم إليه بهذا الشكل وحاول أن يقوم باحتضانه كما ترون، وهنا ديفيد لويس رسم البسمة والسعادة على قلبه بأن قلع التيشيرت الخاص به وأعطاه له كتذكار. بالطبع تعرفون مدى روعة هذه اللحظات بالنسبة للمشجعين.
هنا الجماهير تحيي رونالدينيو وهو يرفع هذا الكأس، فيمكنكم مشاهدة الجماهير المحبة لهذا اللاعب. هنا هذا الطفل الصغير، وكما ترون طلب من كريستيانو رونالدو أن يوقع له على حذائه، وبالفعل قام النجم البرتغالي بالتوقيع له على الحذاء. يمكنكم أن تشاهدوا نيمار جونيور هنا وهو يقلع حذاءه ويعطيه كهدية تذكارية لأحد المشجعين، وهنا مشجع آخر تقدم لأخذ صورة مع نيمار. شاهدوا هذا الطفل والذي نزل من الجماهير ليحتضن كيليان مبابي، لكن مبابي هنا رفض تدخل الأمن وقام باحتضانه وتحيته كما ترون. هنا وعند تتويج رونالدو بدوري الأمم الأوروبية يمكنكم مشاهدة السير أليكسن فيرغسون كيف قام بتحيته واحتضانه تعبيرا لتقديره للنجم البرتغالي. لحظات رائعة تجمع ميسي ورونالدو، وهنا بعد السلام على هيغوائين قام ميسي بغمز رونالدو كما ترون. في هذه المباراة ضربت الكرة بهذا الطائر فلم يعرف كيف يقوم عن الأرض ليقوم حارس المرمى بالخروج من الملعب وبيده الطائر حتى يقدم له الإسعافات الأولية. هنا في مباراة كرة قدم الصلاة وقع هذا اللاعب وتزحلق، وكان بإمكان لاعبي هذا الفريق تسجيل هدف، لكن رفض هذا اللاعب التقدم وقام بإخراج الكرة حتى يطمئن على لاعب الخصم. شاهدوا هذا اللاعب والذي سدد الكرة بكل قوة لترتطم بوجه خصمه بهذا الشكل، لكنه أبى التقدم وقام بإخراج الكرة حتى يطمئن على لاعب الفريق الخصم. هنا كما ترون يقوم هذا اللاعب بتسجيل هدف في الشباك ليتقدم إلى هذا الشاب من ذوي الإعاقة ويقوم باحتضانهم والاحتفال مع اللاعبين. نزل هذا الطفل من المشجعين كما ترون وقام باحتضان رونالدينيو أحد أساطير كرة القدم، وكما تعلمون فإن المشجعين يحبونه للغاية، ولكن شاهدوا كيف رسم الفرحة والبسمة على قلبه باحتضانه كما ترون. ممفيس ديباي وبعد أن سجل هدفا يمكنكم أن تشاهدوا هذه الرسالة التي أوصلها إلى فيرجل والمكتوب فيها: فيرجل كن قويا يا أخي. شاهدوا الاحترام المتبادلة بين كيليان مبابي وكريستيانو رونالدو، فيمكنكم أن تشاهدوا هذه اللحظات الجميلة بينهما. بعد أن سجل هذا اللاعب هدفا قلع التيشيرت الخاص به والمكتوب عليه: شكرا لك يا بني. تقدم هنا حارس المرمى للإمساك بالكرة لكنه أصيب بهذا الشكل وترك الكرة عرضا، فأتى لاعب الخصم ليقوم بتعريض الكرة إلى زميله والذي قام بإمساكها ورفض تسجيلها في الشباك حتى يطمئن على حارس المرمى. هنا فرحة أليسون بيكر بعد إعلان الحكم نهاية مباراة دوري الأبطال. هنا اللاعب سون هيونغ يقوم بتسجيل الهدف ويهديه إلى اللاعب أندريا جوميز، وذلك بعد أن سبب له سونغ إصابة قوية جدا. يمكنكم أن تشاهدوا كريستيانو رونالدو هنا وهو يقوم بتحضين الأطفال الصغار ويعبرون له عن حبه الكبير لهم. هنا اللاعب برلين يقلع التيشيرت الخاص به ويهديه لهذا الطفل الصغير مشجع أرسنال، فشاهدوا البسمة والفرحة على وجه هذا الطفل. هذا اللاعب هنا قام بتسجيل هدف، وبعد أن تقدم قليلا ليحتفل وجد نفسه يبكي بهذه الطريقة، يبدو أنه أهداه لوالده المتوفى. كيليان مبابي ولاعب بروسيا دورتموند هنا يتبادلون القمصان تعبيرا عن احترامهم لبعضهم البعض. في هذه المباراة أخطأ هذا المدافع وقام بإمساك الكرة بيده بهذا الشكل، والحكم لم يكن قد أطلق الصافرة ليقوم باحتساب ركلة جزاء، فشاهدوا ماذا فعل لاعب الفريق وكيف أضاع الكرة بهذا الشكل. تقدم هذا الطفل الصغير من المشجعين وقام بالإمساك بكريستيانو رونالدو حتى يقوم بأخذ صورة معه،
فيمكنكم أن تشاهدوا كيف قام هذا الفتى بأخذ صورة سيلفي مع رونالدو. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.